والله يا دكتور عندي فرس عمرها كذا، طفرتها وما لزمت، شبيتها وما قضبت. يعني تكرار انه النتيجة النهائية ان ما يعني ما صارت لاقح، يعني حامل، يعني بريجننت. شنو الاسباب؟ فهذا يتحدث عن موضوع اسمه الخصوبة في الخيل. الخصوبة في الخيل تجي عن طريق ان يا اما عدم خصوبة الذكر واهليته، سواء نوعية الحياة من يعني هل هي كافية، عددها كافي، يعني يراد لها فحص وتقييم مختبري للتأكيد من عدم أو من أهلية تلك الحياة من تطلع من الذكر المعين لأن تكون خصبة وتسبب لنا الفرتلايزيشن، الإخصاب، أو قد يكون معرض للإصابة بمرض وهو غير خصب. هذا باختصار. أما الأنثى فالفرس أساساً يعتمد المصدر الأول أو السبب الأول لعدم الخصوبة بالفرس هو تعرضها للالتهابات، خصوصا التهابات بطانة الرحم اندوميترايتس أو البايومترا، وجود القيح في داخل الرحم. وكما تعلمون أن بالخيل هناك جهاز مناعي مقاوم للجراثيم اللي قد تدخل إلى الجهاز التناسلي، ولكن إذا فشلت هذه المناعة بالسيطرة على هذه الجراثيم فإنها تسبب عدم الخصوبة. لذلك يجب العناية بهذا الموضوع وزرع محتويات بطانة الرحم مختبريا وإيجاد الجرثومة المناسبة والمضاد الحيوي المناسب بإجراء فحص الحساسية لاختيار المضاد الحيوي الفاعل والنشط والمؤثر حتى تكون مهيئة إلى الإخصاب. وكذلك ارتداد البول من بالفرس إلى منطقة الرحم لتقدم العمر أو غيرها، أو وجود سوائل في الجهاز التناسلي للفرس يسبب أيضا عدم الخصوبة. عدم التوازن الهرموني، كما نعلم أن هناك هرمون الاستروجين اللي يطلع من المبيض وينظم لنا عملية الإطاف في الخيل، وكذلك البروجسترون اللي يثبت لنا الجنين في بطانة الرحم. أي خلل في هذا التوازن الهرموني قد يسبب عدم الخصوبة. وبالتالي هناك أسباب أخرى، منها أنه المبايض فشل الإباضة من سبب عدم توازن هرموني، أو تعرض المبايض للإصابة بالتليف المبيض اللي هو يكون غير نشط وغير فعال، خصوصا بعد السباقات القوية ولفترات طويلة تكون المبايض تعرضت للتليف. وكذلك تعرض المبايض للإصابة بأكياس المبيض، وكذلك الأورام السرطانية في المبايض. هذه كلها تؤثر على عملية الخصوبة. لذلك وجب أن نفحص دوريا أهلية الخيل أو أهلية الفرس وبالتالي الذكر بأن تكون خصبة لتنجح ضمن برنامج التكاثر في الخيل.